هلا يا اخوان، كيفكم اليوم؟ زي ما انتم شايفين بالعنوان عنا مش مصدقني عم بعمل هاي الشغلات، اوكي؟ بس انا وعدتكم، اوكي؟ اليوم عنا مقلب الخمر، خل عم بعمله مسخره، اوكي؟ فقط، اوكي؟ عشان يوعدكم فقط، اوكي؟ فمبدئيا انتم بتذكر عندي فيديو، هذا الفيديو هون عملته عن مقلب الخمر، اوكي؟ انه كثير ناس عم بعملوه، كثير زودوها يعني، اوكي؟ ومقلب ما له طعمه بالمره يعني، اوكي؟ مبين نص تمثيل، اوكي؟ كله تمثيل. فقلت هسه بدي اطلع والف على ناس بعرفهم واجرب فيهم المقلب. خلينا نشوف، ليتس جو. اوكي اخوان، ركبنا بالسياره، قبل نروح نشوف اول حد من اصحابي. شو اتذكر من عند اصحاب؟ يا الله نسيت تلفوني بالدار، يا الله الغباء. خليكم هون دقيقه. اوكي اوكي اخوان، قررت اول وجهه للمقلب تبعي حتكون حتكون المكتب. اوكي مكتب المجتمع. هسه بنجيب قنينه بربي كامل نعمل انه فيها جو وشي وهيك زي انس الشايب. فيلا ليتس جو. اوكي اسمعوا يا اخوان، وصلت على المكتب هسه بدي اعمل مهند مقلب. اوكي اتصلت عليه قلت له ينزل على السياره، هي قنينه البربي كان، بس خلوني افتحها دقيقه. اوكي اخوان، صار شكل هذه الخمر. شايف شو المقلب الزباله هاي؟ شو المقلب الزباله؟ اسمعوا، الحلو بالموضوع انه انا قاعد بقشر ومهند هيك قاعد قدامي هيو، بس عادي عادي عادي، هو مقلب يعني، هو ما حيعرف انه مقلب. اوكي خاصه انه في كاميرا قدامه يعني. اخوان قاعد بتفرج علي متوتر، حاسس ممكن يكشف المقلب. اوف، هلو مهند. هلو عمر. دقيقه، ايش هتعمل؟ عم بشرب بيره. تسكر؟ مان امنعني. طيب اعمل حالك صاحبي كويس يا زلمه. يلا جد بير هاي؟ طبعا مالك. مبين جماعه عمر عم بشرب بير. تشيرز حبيبي. شو رايك بالموضوع انت؟ بس بيره بتعيش جو زي هيك. سلامة يا سلامة، كل صاحبي كويس. احكي لي حرام، ابصر شو هيك. عمر لا، عمر عمر اسمع، نزل دموعك كمان عشان احكي بالفيديو. عيط عمر. خلص مهند، طعمه كتير زاكي. ايش اللي عم تعمل بحالك؟ مش قادر اوقف. انت صاحي؟ لا مش صاحي كتير عمر. تشيز برو، جد بير هاي؟ احمر يا ابني، انا بكشر فيها قدامك قاعد. ما كنتش منتبه انك ماسكها، فكرت قاعد تتهبل. والله البني ادم هذا. اسمع الفكره ايش؟ هذا المقلب كثير منتشر على اليوتيوب، فقلت لازم اعمله، بس هو مبين بكون عاملينه تمثيل. فاهم؟ خلص يلا. طب تعمل. كيف الواحد بيعمل حاله سكران؟ عمر. اخوي. انا لازم اكون سكران ولا لا؟ لا انا العمام المقلب يهبل. جيب لي صبا، نادي صبا والله. عمر ما تسكر، حرام الله بوديك النار. مهند خلاص لازم. عمر مهند لازم. عمر لا. مهند لا. خلاص لا، اسمح لي خلاص. زبط. اوكي يا اخوان، خلصنا المقلب اول شخص. لاحظته كثير مهند كان عاطفي، كثير كان عاطفي، كثير انا حزنت. انا كنت هيك قاعد بالسياره زعلان، ليش هيك عم بعمل باصحابي انا؟ فانا بعرف انه مبدا المقلب كله على بعضه بيض وزنخ ودمه ثقيل وما له اي داعي، اوكي عشان هيك عم بعمله. مش عارف، حاب اشوف الرياكشنات. نادي صبا، نادي صبا. ليش ما يا الله يا الله، البني ادم هاي لو ترد علي مره بس. بدي اعمل فيها مقلب الخمر خلاص يعني، واعمله باحمد. اوه هلو صبا، كيفك؟ وينك صبا؟ وين رايحه؟ طب انزل ابكر، انزل ابكر شوي هسه، هيني بالسياره، انا جنب المكتب، استعالي شوي دقيقه. اوكي اخوان مستعدين؟ كنت قاعد بالسياره صافر، مش عارف هل اصدقائي حقيقيين، هل حيوقفوني من الخمر. هيك افكار راودتني، افكار كثير، بس كان لازم اضل ساكت ومتحمل، اشوف هل حقا هم اصدقاء ولا لا، واجرب مقلب الخمر فيهم. هاي مرحبا صبا، بس دقيقة أضبط الكاميرا. أصبر. الله ياخذك مهند، خوفني. صبا إيش تعمل؟ إيش هاد؟ عليك يا الله. يا الله كمل تمثيل. لا أنت يعني أنت كمل تمثيل، كمل تمثيل بالله عليك. إيش بتسوي؟ إيش هاد؟ نزل دموع، نزل دموع عشان أكتب عيطت. إيش هاد عمر؟ تعرف شو أنت يا حمار؟ لا تشيل إيدك يا غبي. أوكي استنى من اول جديد. الله ياخذك. ايش هذا عمر؟ احكي لي انه حرام. حرام ولك حرام؟ ايش بتسوي؟ احكي لي، عم بضر حالي. عم بضر. تعرف شو ممكن احمد يعمل فيك ولا اهلك؟ هو تعمل مقلب احمد تجيب فيوز اكثر. يا اقسم بالله انه جد فكرته، لانه انا نازله والله دودو، انا نازله مهند بحكي لي اسمي صبا، ما بعرف ماله عمر، روحي شوفيه كثير متدمر الولد، شكله شارب، بس اوعك تحكي لاحمد. انا نزلت ركاض انه بدي اشوف ماله عمر. وقت يا جماعه دونت درينك. واو شكرا صبا.
هلا رح احكي لاحمد الحق رح شوف عمر بالسيارة وقاعد عم بشرب. بس المشكلة انه الكاميرا ما بقدر اخبيها انا. انت لما شفت الكاميرا وشفت القليلة كيف صدقت؟ لا هلا صراحة انا ما انتبهت على الكاميرا اول ما فتت والله. نايس والله العظيم. طيب انا احمد هلا يجي. او اسمع 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 احمد بالاستوديو قاعد؟ طب خليه يقعد بالاستوديو. اسمع افوت عليه هيك اول ما افوت احكي له بس اضرب عمر كف اول ما يفوت. صبا روحت بس ضليت قاعد افكر انه عن جد صبا صديقة حقيقية. خافت خافت عن جد علي. نزلت بسرعة عشان كانت خايفة علي. منعتني. هل صبا احسن من مهند ام انه كل اصحابي زباله؟ ما بعرف. افكار بتراودني افكار. اوكي اخوان رايحه من مقلب احمد. يلا كيف كنت صبا؟ وين احمد؟ شغلي واحده طلبتها منك. نو والله وين احمد؟ اخوك بشرب. لا ليش تشرب؟ اضربه كيف؟ انت كثير مش كويس. ما بتعرف انه الشرب حرام؟ بضربه جد انا. لا كمان مرة اقوى اقوى عمر. انت حيوان. ليش تحكي بطيء لما تمثل؟ صح. خلاص اطلع من بيتي. مش بيتك مكتبك هذا. اطلع من بيتي. خلاص اوكي خلاص 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 خلص المقلب خلاص. باي باي. تعال ليش تشرب ولا؟ ليش تشرب؟ يا مخالف شرع الله. احمد صدق. هذا حرام. خلاص خلصنا. وقفت التصوير؟ لا خلاص وقفت التصوير على احمد. وقفتي؟ خلاص يا اخوان بدي اروح على البيت هلا مقلب دويكات. يلا اسمعوا حجي محمد مروان هلا اعمل حالي سكران قدامه ماشي. خليكم قاعدين خليكم يلا. شو بتعمل عمو؟ يسطو بشرب الخمر. بشرب خمرة؟ عمر شو مالك يا زلمة؟ ليش قاعد بتسكر؟ شو مالك انت؟ بدك؟ لا طبعا بتمر بظروف تا انت ولا اشي؟ ظروف صعبة جد؟ امتى الظروف بتيجي؟ اخر الشهر؟ شو ركب بالاجازة يا زلمة؟ شو هذا؟ مش اتفقنا ان ما حدش فينا والله مشيت شوي بتمثيلية انت. كمل شو اتفقنا ان ما حدش يسكر وشو حمش؟ شو اللي اتفقنا عليه يا عمر؟ ما بصير هيك يا عمر. خلص يا عمر كد. شو بتحكي؟ انس. اي انس هي. هي عم نتمسخر على انس الشايب احنا. عمر لا يا عمر. محمد خلص. لا 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 خلص. شو خلص انا لازم ما بزبط لازم اشرب القنينة هاي. لا 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 شو تشرب القنينة؟ كيف الفيديو والله؟ كثير حلو الصراحة. قال انت شو بدك تسمي العنوان؟ مقلب الخمر صحابي عيطوا. لا عملت مقلب الخمر في حبيبتي. مين حبيبتي؟ وين حبيبتي؟ حسمي الفيديو زي ما انا مسميه. اول مرة بشرب خمر قدام بيسان. انت اكتب هيك اول مرة بشرب الخمر قدام مروان. دول كام؟ ثلاثة. كويس معناته البربكان بجيب شغل. عمر ركز معي صحصح. مروان خلاص صحصح. خلاص بديش اصحصح. اشرب قهوة سادة. ايوه. شو قالت؟ لا صراحة البربي كانت حتة افكت كف ملوش حل. يعني هذا لو انا سماكله عمل لي هيك على خطب فك كف. يلا المسني المسني هيك. هسه اي ليش ضربتني جد؟ طيب هو يفترض افكت يا حمار. جد. اوكي اسمعوا اسمعوا انا وصلت على البيت هسه اعمل المقلب بدو هيكات. اوكي مستعدين مستعدين. اوكي شو هذا زلمة كفاتي هيك؟ ليش تعلق على كرشي؟ أنا سكران هسا. سكران؟ في مسج طالع على الكل على انستغرام، كل الدنيا كل العالم مع بعض. دويكات عم بعمل فيك مقلب الشرب. هذا يا صدام؟ والله أنا آسف سيب دقيقة بزيك ممكن تفاعل معي؟ دقيقة اسمع قطش حالك هيك على عينك، ود علي، قطش حالك كف على عينك، ود علي. كيف هيك؟ كمان، ما قطش حالك أكبر واحدة كيف؟ ايوه اسع خدك. لا لا مش خد نفسه تبع عينك. ايوه كم اذا مضتش حاجه زي الحكي زي العالم. طيب اسمع عندي هذا الكحول رش على عينك. اسمع خد هذا الكحول رش على عينك شوي رش على عينك. طيب اوكي خلاص خلاص
بس ما انت شلت نسيت تشيل هاي اللي فوق بس ملاحظ ايش شلت تشيل هاي اللي فوق هاي شيل اوكي كمل الرياكشن تبعك بليز دوكات بليز ما تضربني لا يا زلمه مستغرب في حد بعت لي مسج يا الله ايش كمل ام المقلب بدي مقلب مقلب فيك يا زلمه احترم في حد صدمني بعت لي مسج غير احترم المقلب شوي ايش بصير اذا ما بضل فيديوهات ايش بصير لازم ابهدل اياك بقصاص هيك مقلب الشروب لازم تبهدلني وتحكي له عمر انت سيء كل يوم فيديو اليوم اوكي طيب ماشي لا يا عمر تذكرت خلص انا قررت لا يا زلمه ولك حرام تاذي لحالك انت نسيتك صغير مش قادر دوكات لا يا عمر صب لي اضرب اضرب اقوى اضرب اضرب اقوى لا انت بتتوجعش خف اضرب اضربني قوي طب خلاص كن زلمه انه يبين قوي بس ما يكون قوي اوكي عشان الناس فكر ضربني بحط ساوند افكت اضربني خفيف اضربك خفيف طيب ماشي يا ابني خليك زلمه طيب حاسك كذاب لا لا انا اكذب عليك انا توجعت معك ليش هيك بتعمل فيديو كات اسمع غير صوتك كات لا يا ابني مش تغير صوتك بالله غير صوتك السكرانين دائما يكون لسانهم ثقيل انا مش سكران ليش كثير بتعرف عن السكرانين؟ دائما السكران بيحكي عن حاله مش سكران، في ناس بتحكي عن انك مش سكران انا مش سكران يا زلمه ليش قلت انسان لازم يكون لا انا مش سكران زلك تقلو تقلو بالله انك تافه يا زلمه ما واحد بيحاول يمقلبك مقلب الشرب على الفاضي بعلمك تكون سكران صبرني يا الله، تعرف شو احمد عمل لما شافني هذا؟ ضربني عشان تعرف هيك الناس اللي ضربات ضل يضربني مع انه عرف انه مقلب بس ضل يضربني ضله بس هيك ضل عادي ما حد ضل يضربات لا لا بس لا هو عشان اخوي بس محله خلاص دوكات ولا ولا خلاص اوكي يا اخوان هذا كان مقلب الشرب لليوم خلص شو عنا بالبيت هذا كان مقلب الشرب لليوم اعملوا 20,000 لايك وبعمل مقلب تسريب رقم دوكات يلا سي يو جايز باي باي